انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت مستمرة معنا ومعكم ويوسف الحسين. أهلا بكم. ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا دينا؟ عاملين إيه؟ أحوالكم إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. طبعا يعني بقينا نسمع يوسف دايما عن موضوع مدينة جديدة، مدينة للأدوية، النهاردة مدينة للصناعات الغذائية في مدينة السادات بالمنوفية. شهد الرئيس السيسي اليوم افتتاح هذه المدينة المتكاملة بتعاون واستثمار مع القطاع الخاص. شايف ازاي مدينة للصناعات الغذائية في منطقة زي دي، زي السادات، منطقة مهمة جدا في الدلتا؟ بصي، مهم قوي اللي انت قلتيه، مسألة ان المدينة بتاعت الصناعات الغذائية اللي اتفتحت اتعملت في مدينة السادات، اللي كانت ممكن تتعمل في حتة تانية. بالزبط. طب ليه اتعملت في مدينة السادات؟ لان احنا بنتكلم على المنطقة اللي حواليها مجتمع زراعي ضخم جدا، الاف بل مئات الالاف من الافدنة اللي موجودة هناك، وبالتالي احنا بنفكر هنا بشكل سليم، بنفكر في ان احنا بنعمل مدينة للصناعات الغذائية، فيبقى في توفير في عملية نقل المواد الأولية اللي هي هتبقى منتجة من هذه المزارع ذهابا إلى هذه المدينة. ده على سبيل المثال للحصر، عملية إحياء للصناعة مرة تانية في مدينة السادات، خلق فرص عمل جديدة في منطقة زي مدينة السادات، يعني في وسط الدلتا. فكل دي مؤشرات إنه طريقة التفكير بتاعة البلد تختلف تماما عما سبق. يعني احنا فعلا ماشيين كويس، بل بالعكس احنا ماشيين كويس قوي، يكاد يكون زيادة عن اللزوم. ربنا يستر، بس ما ناخدش عين ان شاء الله. واكيد انت عندك موضوعات كتير هنتابعها معاك في التاسعة باذن الله. شكرا ليك يا دينا. شكرا يا صاحبي. ولموضوعاتك ربنا يخليك، وشكرا لكل صناع التاسعة. واستأذنكم نبدأ فقرتنا.